ليس من باب الصدفه ان يصل الرئيس عادل ابو حبيب الى سده الرئاسه في بلديه روميه هذه البلده المسيسه والتي تختزن طاقات بشريه علميه واكاديميه، لو لم يكن على قدر ثقه اهله فهم عرفوه منذ زمن في شتى الميادين رائدا في خدمتهم والدفاع عنهم وعن حقوقهم. عادل ابو حبيب ومنذ وصوله الى رئاسه البلديه جهد والمجلس البلدي الى جعل روميه في مصاف البلدات النموذجيه اللبنانيه للسكن صيفا شتاء وسعى لتامين كل الخدمات لها. عده مشاريع اطلقها الرئيس عادل بو حبيب في الانماء ويسخر كل طاقاته من اجل روميه فقبل ان يكون رئيس للبلديه هو ابن الرعيه وخادم لكنائسها. ومؤمن بتعاليمها ومنظم لأعيادها وحفلاتها حلقة اليوم من بلدية ورعية نطلع فيها من الرئيس عادل أبو حبيب على مجمل المشاريع التي نفذت والتي هي قيد الدرس في رومية وطبعا التنسيق الدائم بين البلدية والرعية رئيس عادل أهلا وسهلا فيك يعني اليوم يعني شرفتنا صبحية حلوة صبحية حلوة بحضورك على استديوهات تلفزيون نور الشرق أهلا وسهلا فيك خي وبي اليوم قبل ما نبلش يعني صلب حلقتنا رح نشوف تقرير ريبورتاج صورناه برومية عن رومية عن كنايسها عن مدارسها عن جمعياتها عن طرقاتها عن كل شيء فيها خلينا نشوف الريبورتاج ونرجع بنفوت بصلب حلقتنا تشهد بلديه رومي منذ وصول الرئيس عادل بوحبيب الى سده رئاسه البلده فوره انمائيه على صعيد البنى التحتيه من شق طرقات جديده وخاصه في مداخل البلده من اجل تسهيل الدخول والخروج منها واليها كل هذا من أجل مواكبة الفورة العمرانية التي تشهدها رومي ومن أجل الإبقاء على البلدة نموذجية للسكن صيفا شتاءا عادل بوحبيب يسعى إلى الارتقاء برومي إلى مصاف البلدات المكتفية ذاتيا فالطرقات معبدة في رومي وعلى محاذاتها الأرصفة التي تسمح للأهالي والسكان بممارسة رياضة المشي تحت الأعمدة الكهربائية التي تضيء جميع شوارع البلدة وخاصه امام البيوت الجميله في رومي فمن المجلس البلدي ينطلق العمل على كافه المستويات من الاهتمام بحديقه البلديه العامه والملاعب الرياضيه وعين الضيعه والجامعه اللبنانيه وكافه المدارس الرسميه والخاصه وصولا الى التنسيق مع اداره السجن ففي رومي مستوصف للبلديه تشرف عليه وزاره الشؤون الاجتماعيه يقدم العنايه الطبيه الاوليه لاهالي البلده والسكان وللامن والامان في رومي حكايه ثانيه حيث يحرص الرئيس عادل بوحبيب على تنظيم الشرطه والحرس وتسيير دوريات على مدار الساعه مدينه صناعيه من الطراز الاول في رومي تساهم في الدوره الاقتصاديه في البلده وتخلق فرص عمل لابنائها ويستفيد منها عدد من سكان البلدات المجاوره ثقة كبيرة من المؤسسات المصرفية برومية ولتسهيل معاملاتهم المصرفية عمد بنك بيبلوس إلى تركيب صراف آلي في البلدة وأنشأ بنك بيروت مركزا للمعلوماتية والرئيس عادل بحبيب قبل أن يكون رئيسا للبلدية هو ابن الرعية مؤمن بتعاليم الكنيسة وخادم لرعاياها ومتعاون مع كهنتها وهو يسعى إلى الاهتمام الكامل بالكنائس مار عبدة، كنيسة سيدة البشارة، كنيسة مار يوحنا، دير الرحمة، وطبعا الدعم الكامل للأخويات الحبل بلا دنس وأخوية وقف مار عبدة، في رومية وبلديتها التزام وتعاون وتنسيق في أعياد الرعاية وحفلاتهم ونشاطاتهم لينتج هذا التعاون إنماء ونشاطا ذا عصيته في كل المتن الشمالي وفي رومي للترفيه والفن والرياضة صولات وجولات وجديدها مهرجانات رومي هنيئا رومي برئيس ومجلس بلدي يدرك كل الإدراك طبيعة بلدته ومقدرات أهلها الفكرية والثقافية والسياسية يعني ان شاء الله رئيس نكون اعطيناكم <applause> حقكم يعني حلو بس نسيت لنا مرضومة نسينا مرضومة؟ أيه. اه بيعتب علينا مرضومة بيعتب علينا مرضومة والرهبات آه لا ابدا يعني يمكن مرضومة يمكن يسمحنا بس الرهبات ما ان شاء الله يكون فوناكم حقكم بهالروبورتاج بالفعل لا. يعطيك الف عافية يا ريس اليوم مش جديد عرومية اليوم آه عادل ابو حبيب ابدا مش جديد لا عرومية ولا على نشمالة الشمالي طبعا يعني من صغرتك يمكن آه بالشأن العام حد اهالي هالمنطقه الى جانبهم بالسراء والضراء ويمكن هلا بس جيت تترتاح من الشغل قلت انه بدي يكون عندي مسؤوليه جديده والمسؤوليه الجديده هي الاكبر يمكن هي بلديه روميه مثل ما قلت انا روميه بلدة مسيسه روميه فيها من كافه يعني الاطياف السياسيه والفكريه كمان فصعب يمكن المشي بين بين النقاط فيها ولكن انت قد الحمل وزياده ريس هل بعد رومي روم ضايعه؟ رومي ضايعه باقي ضايعه وراح تبقى اشتغلت يعني انت ببرنامجك الانتخابي وانا طبعا وكبت هذا الشيء على نقطه اساسيه الابقاء على رومية ضايعه ويعني استئصال كل شيء ممكن <تصوح> انه يخلي رومية أه، تصير يعني مدينة مفتوحة لل يمكن للباطون وللمشاريع اللي يمكن اقتصاديا بتنفع ولكن بتشيل طابع الكروي عن هيدي البلد اللي انتم بتحبوها وبتحبوا خصوصيتها. <تصوح> <تصوح> <"تصوح> ليك رومي مثل ما سبق وحكيت أو اول كل انا رومي ما تركتها لا بالسلم ولا بالحرب يعني كل الوقت كنا موجودين بخدمه الناس تاني شيء رومي ضيعة حافظة على على يعني على على وضع على وضع العيال الموجودين فيها وهالضيعة هيدي بدنا نحافظ عليها ونضل محافظين عليها لأن موضوع البطون موضوع حقيقة يعني بشع كتير مزعج هلا نحن مش معناتها مسكرينها يعني لا بس ولكن ضمن الشروط والقوانين شروطنا شوي قاسيه خصوصي على تجار البنا بس يعني انه تاجر اللي هو يعني حابب انه يتاجر بالطريقه اللي احنا بنشوفها هي بخدمه الضيعه بخدمه الناس اللي بدها تجي لان الناس اللي بدو يسكنوا بده يكونوا عايشين مع اهل الضيعه صحيح تيكونوا عايشين مع اهل الضيعه بده يكونوا بنفس المحيط والبيئه والبيئه اللي هو موجود بعد هيك نحن يعني لا مسكرين ولا فاتحين بس ولكن في عنا شروطنا بدنا نطبقها واهلا وسهلا باللي بيجي خلينا نفوت آه يعني قبل ما ارجع كفي الحلقه بموضوع الشروط، آه ريس غي غيرت شيء بال بالتصنيف برومية بالمخطط التوجيهي؟ لا نحن المخطط مثل ما هو كان موجود ابقينا عليه، مع العلم انه في مطالبه ببعض التعديلات، هلا في ناس مظلومه، في ناس مش مظلومه، يعني في خط اعتبر مصنف مثلا سي حد منه مثلا مصنف آه. إيه. أو, او او دي يعني صناعي يعني لا. لا يعني هذا في 20% أو, او 30% نعم هذا الموضوع في مطالبه بانه انه هو انه يصير فيه يعني تسويه للاوضاع اللي هي اللي هي العقارات المجاوره اذا كان تصنيفها مغير هلا نحن بالوقت الحاضر هذا الموضوع ما وارد عندنا كبلديه نحن اللي وارد عنا كبلديه هو الاهتمام بموضوع الضيعة بنظافتها بالمنطقة الصناعية بأنه نخلق منها منطقة نموذجية تاني شيء يعني قد ما فينا بنا نركز كثير على الموضوع الأمني بالمنطقة الصناعية واللي كان بالضيعة لأن تعرف الوضع اللي نحن عايشين فيه اليوم وضع منه طبيعي صحيح وبما أنه وضع منه طبيعي بدك انت تجرب قد ما فيك تحافظ على الوضع اللي انت اه يعني تستقر فيه. على هيك نحن لا يعني مستمرين، في مشاريع بين ايدينا، في مشاريع تخطيطات اه لحتى كل شخص يوصل لرزقه ويقدر يعمر، لان في ناس كتير مثلا يعني عندهم اراضي ما بيقدروا يوصلوا، وانت بتعرف اليوم السنتي والميلي يعني مهمه كثير بالنسبه للناس، بقى ما في البلديه هي المفروض تكون بالنص يعني هالطريقه تكون هي مولاتات لج... لالك ولجارك بدون ما تنضر انت بدون ما ينضر جارك اثنين سوا مستفيدين واثنين سوا اللي ما عنده ارض بده يعمر بكون قدر وصل لارضه انه يعمر فهذا الموضوع اه نحن عم نشتغل عليه تقريبا قرب للانتهاء الانتهاء وراح نقدمه للسلطات الرسميه لحتى ننال موافقتهم وبنفس الوقت نسهل امور امور خلينا نوضح شوي هذا الموضوع لانه كثير مهم ويبدو اخذ من وقتك ويعني بعتقد عملها قضيتك انه ابن روميه يقدر يوصل لعقاره ويعمر بعقاره تيضل ابن رومي بروميه وتما يشتري شقه ابن روميه ويقعد بشقه، بس السؤال اللي بيجي بيطرح حاله ريس اليوم هل بعد في املاك لاهل روميه بروميه؟ يعني بيقدر إلّك لك شغله اهل رومي ليل كتير اللي بيعوا ليلة اللي بيعوا وبنفس الوقت في ناس عم تشتري هلا في منطقه بيقولوا منطقه اللي هي ضم الفرز اللي انترا شركه انترا بايام البنك بالستينات اشتروا من الاهالي برومي المتر ب 60 قرش عندهم 800 الف متر بهالمنطقه هلا صار في ضم وفرز وفرزت عقارات بس كانت مشحفه بحق لجميع اهل رومي وحقيقه انه في ناس رفضوا يستلموا سياراتهم لان في اشحاف بحقهم وهذا الموضوع هو موضوع عم عم يعني عم ندرسه بالبلديه لاقامه دعوه باسم كل هالناس اللي هن حقهم مش وصلن كما شيء لان صار في يعني امور منا يعني بتحسها انه مش طبيعيه بس رئيس عدل على سبيل التوضيح فقط هن بيعوا وقت الارض على امل انه ياخذوا عقارات مفرزه لا الاهالي وقت اللي بيعوا عم. ما بتعرف كان في كان في يعني هيدي ارض ما كانش حدا يوصلها لها المتن السريع عللها سعرها مرق ال... الوصله تبع المتن السريع كمان رفعت له سعرها يعني هاي المنطقه كانت ما نسترجي ننزل عليها لان كانوا ينبهونا اهلنا انه انتبه وعره. هون وعره وقصص وكذا والى اخره المتر ب 60 قرش يعني آه. مين تعويض يعني عن فرق السعر ما لا لا تقلك شو صار لا. صار في مشروع ضموا فرس نعم بسنه ال 84 ما تبقى للاهالي في ناس ما بيعت نعم ضموه مع بعضهم وفرزون باسم مرسوم بالمرسوم وهيدا المرسوم الدولي كانت مستلمته كان برئاسه قاضي وكان في تنظيم المدني وكان في يعني في لجنه بس ما كانش في حدا من الاهالي يعني باللجنه هلا البلديه السابقه اللي كانت موجوده بيظهر انه صار في تقاعس انه ما حطوا الناس بالجو يعني الخلاف اللي هو موجود هلا هو انه وقت اللي انعملت الخريطه لازم تتعلق بالضيعه ما تعلقت اذا حدا بده يعترض صح اذا هون, هون صار المشاكل بلش هيدا يتهم هيدا يعني تمريئة كانت يعني. يعني انا قلتها في آه. ناس في ناس بتعتبرها هيك في ناس بتعتبر غير هيك هلا انا كثر خير الله انه ما عنديش بهالمنطقه حتى لا اتهم بهالعملية بهالمنطقه ما عندي هلا انت بتعرف رفقتنا بالانتخابات صحيح نحن في بين ايدينا برنامج هالبرنامج ابتدأنا فيه اول كل عم يخلق ضيعه حلوه وجميله انه اذا انت مرقت بهالضيعه بالفعل جميله بتلاقي هالشجر هالزهور هالحواض هال... يعني هالطرقات اللي مزفته ومدهونه هلا رح نحكي عنها بالتفصيل يعني انه هل... نحن بهمنا انه الوجه يكون وجه حضاري للناس اللي بدها على الضيعه هلا نحن هالبرنامج اللي بين ايدينا بدنا نبلش فيه بلشنا فيه قصه الحدايق قصه الطرقات جمعة الماضي كنا جمعين الضيعة مشان الانشورنس اللي بيحب اللي يعني جبنا احسن اسعار يعني سنه بقينا نشتغل مع لجنه من رومي يعني صندوق تعاضدي يعني, يعني كل الناس اللي بتشتغل بالانشورنس جمعتها بلجنه بقينا سنه هني يجيبوا اسعار من هون ومن هون ومن هون من فوق حتى معنا. خلقوا هالتابلو وزعناه لكل الناس برومي وقلنا لهم انه شوفوا انتم البني سبكم يعني مش نحن اللي بدنا نعمل شو نحن بدنا نكون مساعدين عم توفروا افضل عرض لاولاد رومي لاولاد رومي وبنفس الوقت نحن بنكون موجودين لحتى اي صار اي مشكل اي كذا الى هلا الشيء التاني اللي, اللي بنمشي بدنا نمشي فيه هو قصه الشقق هلا في مشاريع برومي يمكن تطلع هذا ضمن برنامج الانتخابي كان تامين شقق لاولاد رومي المشاهدين برومي ضمن البرنامج هلا المشروع اللي بده يطلع رح يصير في حكي واضح بيننا وبين المشاريع اللي بدها تطلع بدنا نسبه معينه من هالمشروع بالكل بالكلفه تبعوله نحن بنقول الاسماء وبنفس الوقت مش هيدي مش للتجاره لما نحط شروطنا عليه بعمليه البيع انه ما في بيع قبل كذا وكذا وكذا لحتى ما تصير قصه تجاريه اخذ وربح ربح, ربح وخسر هي الارض لمين رح تكون رئيس؟ لا لا الناس اعتبر انك انت جاي تعمل مشروع تاجر عمار صحيح. انت جيت تع... بدك تعمل مشروع 12 شقه رح نقول لك بدنا شقتين منك بكلفتهم لا الشباب ما حدا بمانع يعني هاي القصة الموضوع هيدا انطرح مع الكل وما حدا مانع بقدر انه هيدا المشروع على الطريق اول السنة بقدر بيصيروا في كذا شقة بين ايدينا مشان هالشباب حلو كتير ب... نحنا يعني ماشيين مثل ما بقولوا وعندهم حماس الشباب رئيس ايه؟ عادل انه لهالمشروع هيدا حاملين نحن هالبرنامج بنحطه قدامنا بنذكر حالنا انه نحنا شو وعدين الناس شو قلنا صحيح نحن شو وعدين الناس في عنا بيت البلدي اللي هو بيت بلدية رومي بالمبدا عم نشتغل عليه بقدر هالجمعة الجاية بكون خلص تقريبا كل الديزاين تبعولو خرائط اولية راح نطرحه مع اكيد بالبلدية مع الاعضاء وقبل مرة عملنا اجتماع للمهندسين البلدية تناخد رأيهم بالموضوع وراح ناخد رأيهم بالمشروع اللي بدنا مبدئيا نبلش فيه يمكن السنة هاي دي نحط الحجر الأساس ونبلش فيه رئيس عادل البلدية الحالية هي أجار ولا أجار هي أجار هي طب عقار مأمن للمجلس أو في هي عدة عقارات بقلب آه. الضيعة قلب بقلب الضيعة بقلب الضيعة, بقلب الضيعة. بقلب الضيعة. بيطلع 3700 متر مجاورين كلهم كلهم على الطريق على العام نعم. وبنفس الوقت هذا المشروع يعني عم درس بطريقه شوي هيك مرتبه مرتبه وثاني شيء انه مش انه عمرنا بيت بلدي وتعرف عملنا قناطر وكذا والى لا راح يكون يعني شوي مش شوي فارق كتير عن بقيه البيوت اللي يعني انتبه لا قصر ولا شيء هو بيت بيت بلدي للضيعه يحكون ديزاين اوريجينال يعني في حلو في في القديم وفي جديد اصلا بيقولوا عنكم بالمتن اولاد رومي يعني خلاقين ويعني عفوا على الكلمه شايفين حالهم شوي على اولاد المتن لا يعني ضيعتهم مسكرينها برومي يعني ابن رومي بعده بحس حاله عنده قوه لانه بعده عنده انتماء للضيعه وما غزاها نزوح الضيعه لي. ان كان النزوح اللبناني او كان النزوح الاجنبي ليك رومي حقيقه ما غابت عن المنطقه عن الساحه يعني ما هجرت اهلها ما هاجروا اهلها بقيوا كيف صمدوا بنفس الوقت صمود صمود المنطقه لان المنطقه تعرضت لعده نكبات صحيح بقى لا يعني الناس برومي لانها ما تركت لانها بقيت اضطرت يعني المحيط المجاور فيك انه يمشي بنفس العمليه وحقيقه انه هي حافظت على المنطقه كمنطقه بوقت من الاوقات لا هذا بشهاده الجميع يعني انه شباب روميه يعني ونحن هلا من شوي شفنا كمان بالتقرير في شهداء بروميه والله يرحمهم يمكن هن حافظوا على هالضيعه وحافظوا على المتن كمان يعني يعني الله يرحم كل الشهداء نعم. حقيقه عن اللي هن مثل بقولوا ابقونا موجودين نحنا بلبنان لو ليهم ما كناش موجودين وانت خير شاهد على هالحقائق يعني قد ما فينا لا كنت بس الله يرحمهم ويرحم ترابهم والله يكون مع اهلهم هذا اللي بنتمنى رئيس عدل اذا بنفوت هيك شوي بخصوصيه الضيعه كنت مرتاح انت قبل الانتخابات كنت مرتاح انه مع انه روميه كانت اقسى معركه بيقولوا شهدها يعني لبنان بالانتخابات البلديه والاختياريه كانت قاسيه كثير، كان فيها فرز كبير ولكن كنت مرتاح انت. ليك الحقيقه بال بالاجتماعات اللي كنت عم تحصل مع الاهالي حسيت انه في عنده روح التغيير مش لانه فلان منيح او يعني مش منيح مش هذا كان القصه بس انه الرئيس السابق قعد 18 سنه بتعرف الانسان اللي بده يعطي قد ما في بيعطي وبعدين بعد 18 سنه شو بده يعطي يعني وكلنا سوا هيك يعني حتى بواحد بمصلحته اذا انت فاتح شركه يعني على مجال 18 سنه توصل للابوجي اللي, اللي عندك قدمته إيه؟ عرفت كيف يعني بهالشكل هذا بقى شفت انه في نيه لعمليه التغيير هلا اكيد في خصوصيات وفي قصص وفي كذا والى بس وقت جيت تشكل اللي تبعولي حسيت انه العيال ماشي معي بهالموضوع انما مع الشخص الاخر اللي هو كان رئيس بلديه ما قدر يكون نفس التكويني اللي نحن قدرنا نكونها بالنسبه للعيال بالتركيبه من تركيبه حسيت انا حالي انه مرتاح فيها و... وكنت حاسس انه انا اللي راح اربح مع ال... مع ال... الاعضاء اللي هن موجودين معي وهيك صار وانت كنت حاضر هذا هل... صحيح وانا حاضر بس كمان اشتغلت على برنامج يعني كان في كتيب وانا بعدني بتذكره هيدا الكتيب وكنت عم بتحكي ومقصد تقول انه بدي اياكم تحاسبوني بعد ست سنين على هالوراق اللي مقدم لكم انا هودي مش موزعينهم هون تنكبهم بعد ما نخلص اعلان اللائحه هودي نحن موزعينهم انت كل واحد ياخذها على بيته طيب الست يعني باخر يعني عهدي كرئيس بلديه بدكم تحاسبوني عليا وشو عملت وشو ما عملت يمكن اقدر اعملهم كلهم واعمل فوقهم ويمكن ما اقدر اعملهم الجمعه الماضيه وقت اللي عملنا الاجتماع تبع بالنسبه لموضوع القصر البلدي لا الصحي الصحي صح كنت حط قدامي الكتيب تضل ذكر حالي وذكر الناس لاول مره يمكن بتاريخ مش بالمتن انه رئيس بلديه مع اللي حتى بيقدموا برنامج ومكتوب تلتزموا فيه هيدا الالتزام يا انت قابلو او مش قابلو اذا انت قابلو بدك تحسبني عليه وانا مجبور شو اعمل ضل افتحه واقرا فيه لحتى اعمل حتى بهالست سنين اقدر نفذه كليه تصوى وهذا اللي بده يصير رئيس عادل بالاسبوع الماضي زرت انا البلديه وقعدت انا بيك شوي آه طبعا ما قدرت حكيت معك كثير لانك كنت مضغوط بالشغل آه هل بلشت ترهقك بلديه روميه والعمل انه ما يكون في شيء الا على بيرفكسيون بلش يتعبك هالشيء لكن الحقيقه انا طارف أعطيتها كل وقتي هذا اللي قلته انا امتنعت عن شغلي آه بس هلا ابتدات شوي انه يعني بس استقامت الامور ايه يعني انه شوي غيب حالي عن عن هالموضوع هيدا وشوي نهتم بشغلنا بدنا نعيش بالنتيجه بلدي ما بتعيشك عرفت كيف يعني؟ لانه بلديه ما بتعيشك لانه انت ما بدك شيء من البلديه ما هذا اللي عم لانه الرئيس عادل ماشيش الرخصه الا اذا كانت الرخصه يعني مية بالمية مطابقه المواصفات وحبه مسك وبتكون ايده عم ترجف اذا مضيها انا هيك بعرف عنك عن بيخبروني هيك عم بخبروني ليك ترجف ايدي لا اه اه انا عم بمضي لا يا بمضي <تصفيق> <بإتناعي> <تصفيق> يا اما ما بمضي بقى اللي انا لا اللي عم اقوله انه حقيقه اعطيت وقت لحتى شوي تعود الناس الناس منا معوده معوده كانت يوصل يحط عم عملته لا يشوف الرئيس ولا يشوف حدا ولا كذا ولا شيء انه تعاخدها تاني يوم او ثالث يوم لا الرئيس مسافر بكره بيجي بيمضي يعني عرفت كيف ضمن هالاطار هيدا نحن لا آه رحنا بغير اتجاه انه الناس مفروض تحترم تواصل مباشر التواصل المباشر هلا بيحب ما حدا مجبور صح فيك تقرب من عملتك وتاخذها بدون ما تشوف حدا وفيك تشوف البدك بهالموضوع هذا بس نحنا عم نحاول نخلق كيف بدي بلديه واداره صح انه هالاداره بتمشي فيك وبلك كيف يعني انت قدمت معاملتك انت حر مين بدك تشوف بتشوف بدك تشوف كمان انت حر يعني اول امبارح كان عندي شخص عم نحن وياه حتى بتقدر تعملها من البيت يعني ما في داعي تجي على البلدية بتقدم طلبك يعني. يعني في برنامج معين عم ندرسه بدنا ننزله قريبا لحتى انت اذا حبيت عندك طلب او عندك شي بتقدمه من البيت وبيجيك جواب من البيت وبنقول شو الوراق اللي انت بدك تركه مع المستندات المطلوبه بس هيك بطل فيك يا رئيس تعمل سياسه بالبلديه ما أنا يعني. مش المهم الناس <applause> اللي بدك تشوفه بدك تعمل معه سياسه اذا قدم من البيت بطل يقول لك ميرسي رئيس عدل خلي لنا اياك بدك المزبوط بدك المزبوط بالفتره اللي قعدتها مش فترة كانت قصة سياسة ابدا، اكتر ما هي تقنية كانت تقنية إيه. وبنفس الوقت ترتيب الوضع، يعني بتسألني بقول لك بعدني مش راضي لأن مش مش عم بصير مثل ما أنا بدي، عرفت كيف يعني؟ بيصير مع الوقت هذا الاصرار بس مع عندك الوقت يا مع الوقت ان شاء الله انه الناس بتفهم شو الموضوع يعني بيجوا بيسالك واحد بيقول لك ضروره انه يا اخي اذا انا بدي كسر حمام اقدم ورقه على البلديه طب شو كان الرد تبعنا؟ انه يا اخي ايه اكيد ضروره لان انت عم تلتزم بوضع حتى ما جارك يضايقك ويتشكى عليك او حدا يتشكى عليك. تكون مبلغ ثاني شيء نحن شو عملنا؟ نظمنا العمل داخل الضيعه. انه مش ورشه بتضل الساعه 10 11 بالليل زعج جيران وزعج من 9 ل 5 عم بدأ جينا قلنا من 8 الى 5 من 20. 7 ل 4 السبت الظهر الاحد ما في شغل بالنسبه كمان للسهريج بالنسبه للكاميونات الكبيره كمان من 8 ل 8 السبت للساعه 1 بعد الظهر والاحد ما في طب ما بدكش ترتاح بهالحياه مزبوط طب اذا جارك عنده حمام شو بيعمل؟ بيجيب الشغيله بعد الظهر الساعة خمسة ببلش اجر فيك، عرفت كيف يعني؟ كم مع كل الجيران. اسمعوا صوري وما ادري وكذا يا اخي و... بلاش عم اشتغل لك؟ مصاري جيبه من على بكره خلي يشتغل وما تزعج حدا. فهذا الموضوع يعني نحن عم نحاول ننظم وضعنا تنظيم الحياة تريح الناس ونريح حالنا ما وانا كمان من هالضيعة ماني قاعد بغير محل، قاعد برومي وقاعد بالاحياء يعني مش انه قاعد بمحل بعيد عن الناس، لا قاعد ضمن الاحياء، خلقت هناك ولادي نفس القصة. بقى من هون بنقول نحن انه نحن بالعكس لازم الناس تساعدنا تنظم وضعنا، تنريح الناس ونريح الضيعة ويصيروا يقولوا هالضيعة والله حقيقة انه منتظمة، ماشي مزبوط مثلا الزبالة بيعربوا الزبالة بالبيت بيبعتوها يعني انه كله ماشي. يعني الناس وقت يعني بتتعايش معك وبتمشي معك معناتها شغله مهمه كتير اكيد يعني معناتها هي إيه؟ اهم من الانماء هيدي مزبوط عندها رقي صحيح يعني تتقبل الفكره منك يعني معناتها انها هي متطوره وهيك هي نمط عايشه وهاي رومي وهلا قبل شوي انت عم تحكي صحيح كيف؟ لان رومي حقيقه نسبه المتعلمين فيها بالنسبه للمنطقه نسبه كبيره كتير عرفت كيف يعني؟ يمكن نعمه هم... ولا نقمه رئيس أكيد عادل؟ نعمي. نعمي. اكيد نعمه اكيد نعمه اكيد نعمه بالعكس بس يمكن بتصير الاراء كثيره والاراء اكثر وبتصير بدك يعني تعمل المستحيل كرمال ارضاء المثقف ولا ليك بيجيني تليفونات بعد الاوقات من ناس ساكنين برومي مش بالضيعة رح بعطيك مثل الدكتور سمير خلف معروف عنه بال... بالايوبي رجال كبير مجوز من رومي وساكن برومي هون كيوم دق لي كيفك يا رئيس؟ قلت له كثير منيح قال لي ما ما, ما... ما راح تعرف مين معك قلت له مين معك قال لي سمير خالد قلت له اهلا اهلا دكتور كيفك منيح ماشي الحال خبرنا قال لا انا عم تلفن لهنيك على كل شيء عم تعمله وعلى كل شيء عملته وان شاء الله انه المستقبل اكثر واكثر وهيك قلت له لو دكتور هذه واجباتنا واقله اقله انه بنعمله انا قلت انه في شيء انه مش بس هيدي القصه بعدين سكر التليفون فيش طلع بس اللي. بعد شي جمعه دق قال بدي استاذن منك في مجال انا مستعد بدي اعمل للنهار بدي أعمل للنهار عن رومي يكتب أرتيك. عن رومي ارتكل عن رومي ما. في مجال نتشارك بهالموضوع؟ قلت بالعكس نحن باللي عم نعمله ما مستحيين فيه حلو وانت هنيتنا عليه نحن وياك على هالطريق انه بتلاقي انه في ناس كيف؟ هلا في ناس ما بدها تقشع ايه ما بدها تقدر صحيح بس اكثرية الناس باكد لك عرفت كيف انه هلا اليوم امبارح مثلا طالع ريبورتاج بال بمجله مجله محليه بالمتن يعني؟ مجله ملحق المتن بعين سعادة بعين سعادة برستيج برستيج بالبرستيج طلع مم. لرومي خمس صفحات بدك تقرا وتشوف شو كاتبين عن رومي واخدين صور عن رومي انا بعرفها كثير رئيس عادل بدون حدا غيري يقرا انا رومي بعرفها كثير منيح وانا بعرف مين اهلها وبعرف مين اولادها و... واصحابي واحبائي وبحبهم مثل ما بحب اولاد ضيعتي وعندي اصدقاء فيها يعني من حضرتك والشباب الله يخلي لك أه بعرف قديش رقي رومي وبعرف قديش هالضيعه أه عن جد هي قيمه مضافه على المتن الشمالي ويعني وتوجت هلا الايم المضافه بحضورك على رئاسه البلديه، سؤال هل انه اه على قدر طموحاتك اعضاء المجلس البلدي اللي طلعوا معك وبدنا نتحدث شوي عن اللجان بالبلديه، هل بيشتغل الرئيس عادل وين منشو شو لانه انت معروف عنك ده. صفه القياده وكل عمرك يعني كان عندك صفه القياده، هل بعدك عم تشتغل بهالطريقه وين منشو شو او عندك مشوره؟ تشاور انت واعضاء المجلس البلدي تشاور انت وفعاليات الضيعه الكبار بالضيعه اللي بيجي لك القياده السابقه شيء والقياده الحاليه شيء <applause> <applause> هلا <بدي> كان لها ظروفها <applause> هذيك بدي يقولوا اعضاء المجلس البلدي حقيقه ما بناخذ قرار نحن غير 12 على 12 اسم الله ما في ما طلع قرار من المجلس البلدي في واحد انه انا بديش امضي 12 على 12 بنحط بعضنا بالاجواء جلساتنا مفتوحه لكل شيء مش ضروري يتصدق اللي بدك تعمله بهال بهالجلسه الجلسه الثانيه بس بقدر اكد لك انه الشباب هن واعيين وبعدين هن قاعدين 12 على 12 برومي يعني 12 شهر على 12 شهر صحيح مش انه قاعد بغير محل لا اولاد الضيعه كلهم قاعدين باولاد الضيعه عرفت كيف يعني بهالشكل هيدا وكلهم في عندهم كمان تجارتهم او شيء في منهم بقلب الضيعه بيسمعوا كل الناس المنيح والوحش يعني واللي ما بيسمعوه حدا بيخبروني، مش بيخبرونيه بيخبروني أقارب بيخبرون، بل أنا اللي بدي أقوله أنه لا بالعكس نحنا بالمجلس البلدي يعني يد وحدة قرار واحد وأنا ما بقبل فهمته من أول جلسة أنه ما بقبل يتاخذ قرار في واحد عقول لا بدنا نعرف ليش عقول لا يمكن يكون معه حق, حق وال 11 ما معهن حق مش عطول الأكترية مع حق يعني لا لا ما هاي لغة الأكترية والأقلية مش, موجود يعني. مش موجودة عندنا مش موجودة، في قرار بناخده يا بناخذه كلنا يا إما بيوقف يبت فيه لحتى يقتنعوا الكل فيه يعني رئيس عادل هل أنت يعني عم بتقلي أنك مقتنع بأنه الفريق العمل الواحد يعني إذا مجلس بلدي كان في عنده مشروع معين وكان فريق عمل واحد ما تخردقت البلدية يعني ما كان فيها ناس من هالفريق وناس من هالفريق بيكون إنتاجيتها أحسن لك وقت الخدمة الانتخابات انت عشت معي نعم في عنا نحن كوكتيل في عو في طيار في كتائب في مستقلين في يعني في كل في عيال بس بالنتيجة هني مجموعة عيال هن عم بيمثلوا عيال مش عم بيمثلوا احزاب صحيح على هيك انه موضوع الاحزاب داخل البلدية برا رومي اولا رومي اولا ما في عرفت كيف يعني؟ بقى هذا الموضوع يعني مثل ما بقولوا يعني حكيناه مع بعضنا واكدنا عليه ومستمرين فيه انه المجلس البلدي، مجلس بلدي ما له دخل الشغل داخل. السياسي بتشتغلوه برا بالضيعه نحن إن شغلنا انمائي عرفت كيف يعني وبنفس الوقت هالضيعه شو لازم بدنا نعمله كتير كثير منيح تنفوت بالانماء ما دام الشغل انمائي بروميه رئيس مداخل روميه اربع مداخل آه في عندكم اشكاليه صغيره بموضوع السجن اللي هو يمكن عبء على روميا عم بيكون روميا عم بت يعني عم بتحط من لحم الحي لسجن روميه بالمقابل ما في يعني اي مردود يذكر بهالموضوع بدنا نحكي اليوم عن مداخل روميه اليوم تعمدت انه يكون في إلى مدخل متطور بدلا عن المدخل القريب اللي كان اللي هو من قلب سجن روميه ليك بدي لك شغله موضوع السجن وموضوع الـ يعني الـ الحاجز نعم يعني طلعنا عند فخامه الرئيس مرتين المره الثالثه هو سالني شو صار فيه؟ قلت له بعده. بعدنا محلنا لغايه هلا ما حدا عم يبرر لي ليش موجودين الحواجز اذا حواجز ليحموا السجن بأكد لك انه مش ظابطين مش ظابطه القصه <applause> من خبرتك يعني بالامن <applause> مش ضبط ما انا كيف نعم وانا مستعد اقعد مع حيال رجل الامن نتناقش بهالموضوع اذا بيقنعني خليه مدى الحياه واذا نعتوا ما بدي يقول يشيله يحيده ويفتش كل الناس يعني نحن شو عم نقول هيدي منطقه ليش عم تعزلوها منطقه سكنيه فيها كذا بنية. حرام ليش حاطينه بالاقليم الجبريه انه هالناس في في اربع بيع وفلوا طيب شو هالقصة؟ كل ما اجى لعندهم واحد بده الضابط او يترجلوا العسكري لحتى يفوت. يفوت لعندهم يعني او بده يعمل برمط العروس يبرمط مش حياة هيدي لا انتبه البناء علقان بين الحجزين اه في ابنية بين الحجزين بأ... الابني الابنية اللي هي بين بين الحواجز وهلا في مشروع يعني عم ينحكى فيه وقت ما طلعت بالبلدية لليوم بيحكوني فيه 120 شقة كمان ضمن الحجزين طيب انه كيف هالقصة هيدي؟ طب ليه؟ شو السبب؟ يا خيي من من الطريق مدخل الطريق الرئيسي للسجن في 900 متر خي اللي بدك اياه اكثر من هيك نحن الليل يا عمي نحن معكم طيب خلوا الحاجز ومرقوا الناس مش عاجبك قول صف على اليمين فتشوا فتشوا طيب انه انه يعني يكون حاجز طبيعي صحيح يعني انه ليش طيب ليه هالقصه يعني لغايه هلا مثل ما قلت لك ما حدا ما حدا مستعد ياخذها على عاتقه ويشيل الحاجز <applause> طيب يا عم اللي حطه يرجع يشيله عرفت <applause> ما بتعرف لا مين اللي حطه ولا مين بده يشيله، هلا انا على كل حال حكيت مع معالي وزير الداخليه واخذت موعد من المدير العام بدي اتعرف رايح اتعرف عليه حقيقه لان بدنا نحكي هالموضوع لواء احمد عثمان وغير وغير المواضيع بتامل انه نقدر مثل ما نتناقش ونوصل لتفاهم بالنسبه لهالموضوع. هلا بالنسبه للمداخل البلده الأخ... البلده انت بتعرف في مدخل كانوا يفوتوا فيه على الضيعه ضيق كثير وكله مشاكل كل يوم وحوادث وكذا والى هلا انشغل على موضوع الوصله اللي هو من المتن السريع لرومي لان هي بدها تكفي هي بدها تكفي على, على عين سعادة اول عين سعادة يعني وبعدين ترجع تفوت بتصير فوق منير فوق مطعم منير نعم. بقى مت هلا متاملين انه انه الوصله الثانيه غير هيدي انه يلزموها، لغايه هلا ما صار في تلزيم، يعني صار في تعديل بالخوارط وكيف بدها تمشي الطريق ومش الحال وتوافقوا عليها الكل، الراهبات وافقوا عليها ونحن كضيعه وافقنا عليها ومشيت القصه. بانتظار انه يلزموا الوصله الثاني. هلا اذا بيلزموا الوصلتين بكون احسن واحسن. هلا انا شخصيا وقت شفت الوصله الثالثه حقيقه شفت ال... شو عاملين هالجماعه؟ يعني عاملين طريق انت بدك من رومي توصل عند منير بتاخذ معك دقيقتين للطريق اللي بدك تطلع عليها هون بدك انت تمشي كيلو متر ونص هيك هيك وهيك تتوصل فوق كيلو متر ونص زيكزاك زلنا على الانماء والعمر قلنا يا عمي هاي القصة ليه بني هاي بعدين عندكم استملاكات وهالعقارات كلها اخدينا وكذا وبدي يطلع عندكم حيطان وإلى آخره قال شو شو رأيك شو عندك انت قلت له خيي ليش ما بتطلع من هون انت وتفوت من هون راحوا اسوا بعثوا شركة اسمها الايس اللي هي عم تخطي طلعت 400 متر متر ما انا بقول له يوصل عن موديب. ما عنده لا يدفع استملاك استملاكات ولا يعمل حيطان ولا يضر الناس عرفت كيف يعني بهالشكل هيدا قال والله مشروعك ما ما كلفوا ان الايس يدرسوا شو المشروع لحتى يرجعوا يعدلوه قديش الوفر تبعوا له؟ 5 مليون دولار الوفر الوفر تبعوا له 5 مليون دولار وهو يمكن هاي كان أبكال ما بتكلفش 5 ملايين هاي اللي قلت لهم عليها مم... انت دليتهم عليها ما ما بتكلف لانه هي شق وتزبيد مش بس هيك بتكون ريحت الناس بدل ما تكل تاخذ لهم رزقهم وعرفت كيف وتقعد انت وياهم لا هالقد التخمين لا مش هالقد التخمين يعني يعني بتفوت بمتاهات يعني عرفت كيف يعني منا منا طبيعيه رئيس عدل رح نوقف مع بريك صغير ونكفي عن نظافه هذه الطرقات البلديه اللي معتبرتها انه هذا الطريق لها مش للانماء والاعمار ومش لوزاره الاشغال وكل يوم عليها لتنظيفها رح نحكي عن الحديقه العامه رح نحكي عن كل الانماء البنى التحتيه حفظنا بألف روميه طبعا بألف روميه رح نحكي عن كل البنى التحتيه بالجزء الثاني من الحلقه عودة إلى حلقتنا رئيس عادل لا يمل من الحديث معك رح نفوت على عدد كبير من النقاط نحكي فيهون دقيقة 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 لأنه في كتير نقاط مفروض نحكي عنها إنمائية لرومية اليوم نظافة رومية يعني عندك حساسية عن النظافة إذا بتلاقي أشي بتبعت الشباب يلموها مزبوط أشي بوقف سيارتي وبقول له ايه؟ إنه هيدي المحل هيدا تفضلوا نظفوا اشتركينه شتركينه هيك اليوم يعني بكون معنا رئاسة بلديات عم بتحاور انا وياهم بقولوا خي خيي هاي طريق عام كذا مفروض الدوله تلم لها زبلتها او مفروض الدوله تظبط لها حيطه او تدهنها او كذا اليوم المدخل الجديد والحلو كتير اللي هو من يعني اوتوستراد المتن السريع وصولا الى قلب روميه عمله مرايه يعني بتطلع على الزفت بتشوف حالها ليك حقيقه في عنا طريقين هودي مهمين بدك تلحقهم في طريق السجن يلي هو بين الحاجز ونهر الموت هي هي الطريق مش نحن بنمرق عليها هيدي طريق بيمروا عليها كل البشر الناس اللي هن قاعدين بعين سعاده كمان نعم بيقولوا المنطقه هونيك هي تابعه لعين سعاده كل الناس بتكب على هالطراز يعني يوم اللي بيكون عم بيستقبلوا بالحبس بفلوا السيارات كومات زبالة اناني مي وسندويشات اعتمدنا شغله يعني حطينا شغيله دايمين كل يوم من هالحاجز لتحت مع كاميون وشوفير بس تيجمعوا شو هزبيت تضل الطريق شو هذا العبء اللي كنت عم بحكي عنه انا هلا طريق جديد هيدا بيزت لك اني بيرا ما بعرف شو بيعمل كذا الاخر اني انه هلا مش مشكله هي الطريق طريقنا كمان حطينا عليها شغيله كل يوم بعد يوم بينزلوا بنظفوها من تحت لفوق حتى المتن السريع حتى المتن السريع كل جمعه مره بنبعث شغيله لحتى نسيسر امور الناس عرفت كيف بهالشكل مره واحده شفنا بساطه الاشغال مشي جماعتين تاني تليل إلا اللي خي رح عنا كانوا مغلطيني ما بعرف شو صار يعني اجوا وراحوا بقى كيف يعني فالوضع حقيقة مأساوي انه بتعمل الطريق بتضويها ما بتعرف مين مسؤول عنها ولا وين تابع صحيح هلا مثلا نحن حطوا كهرباء وكذا بعثوا لي برقه على البادي انه البادي بدها عدادات وكذا قلت له البادي بتطلب عدادات مشان نضوي طريق في طريق صحيح. للمنطقه لا انا اذا في شيء بريت عين سعدي وبيت ميري وبرمينا نشترك اربعتنا صحيح ومنقوم بهالعملية بس نحن كبلدية يعني بنصفي بس اللي بنجبيهم بندفعهم فوتير كهرباء وبعدين شو بنعمل؟ لا لأنه بالنهايه مزبوط طريق كيف. عام هيدي يعني الطريق تبع السجن نحن مضوينا ونحن 10% منا بيمرقوا فيها بيرومي و90% هن مش من رومي عارف كيف؟ نحن بندفع فوتيره طب انه هي كل ما فتحت طريق انت لكن احنا بس شغلتنا نجيب فوتيل الكهرباء مش مصاري من الناس ندفع, ندفع شو؟ ندفع كهرباء فهذا الموضوع قلت... اعتذرت من المتعهد وقلت له اول كل ليش ما ركبت ليد؟ ليش ركبت لمبه عاديه؟ قال ما هي كلها 30 لو تلا... لو 10 لو 20 ليه ليه؟ مين عم عبر... كل الناس انا عم برومي كل لمبه بتحترق بحط محلها ليد يعني... وانت ببيتك وانا ببيتي وكلياتنا سوا عرفت كيف يعني انه يعني ليش ليش بدك توفي نحن بالنسبه لنا نحن حقيقه انه كل طريق هي جاي على الرومي نحن مسؤولين عنها نعتبرها مسؤولين عنها نعم هلا في شيء مسؤولين عنه ككهرباء لانه هو ضمن الرومي في شيء مسؤول عنه ما حدا بيعرف مين مسؤول عنه يعني وقت اجوا تي تيفتحوا الطريق جينا قلنا لهم انه المتن السريع لا معروف مين لا من بيو ولا من امه ايه ما بنعرف مين متروك مين بدك تراجع ما بتعرف أفكيف يعني تيه بيفوت بيفوت بيعمل الكهرباء بيعمل الكهرباء. كيف يعني تيهتموا فيه بفوت بيجي كم يوم بفوت الكهربا الكهرباء بدل العمول الكهرباء ما طعوش عرفت ما ما بتعرف مين يعني مين وزاره الاشغال مجلس والاعمار كذا يعني ما بيصير يعني طرقات من هالنوع عرفت كيف تنفتح ويمشوا عليها الناس ما يكونش فيها امان شو في امان عم بتنسرق؟ طيب لك انا بطلع على جبيت طلعت على على شو اسمه؟ على... مش على لحفد على طريق يعني. عمشيت الجديد ايه اوتوستراد عمشيت لحفد مضويينه على جو... مش مضويينه حاطين فوسفوريك على الجوانب ايه بالصصات رو... ايه طيب خي شو بيمنع بالمتن المتن السريع اللي هو الطريق خطير. طيب طريق خطير انتبه بالشتي طريق خطير كثير بصير في عليه تصحيط كثير وقعوا مش كثير مدروسه وقعوا مقلوبه مقلوبه صح بالعكس عارف كيف يعني مقلوبه صح بس تعودت عليها الناس تخيل اقل شيء اقل شيء اليوم سالته لما قديش حقها خي هيدي قال لي يمكن دولارين دولارين قلت له ما لي يمكن بعت لي وحده بس خليني اشوف اذا في صنعوا لي اياها جمعتنا لا هون ايه. بالمنطقه الصناعيه ايه. 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 راح اعطيهم اياها تصنع كيف وراح أحطها على الوصله الجديده على الوصله الجديده بدون ما يضوي لانه هو بضوي اذا منتبه اذا منتبه انا طلعت على على غلبون صحيح في مهرجانات غلبون. غلبون كان عازمني رئيس البلديه ايه. رئيس البلديه لي جبرايل لي جبرايل ارجع إلي إيه لي صديق من كان عمرنا 14 سنه بنعرف بعضنا واللي شاطر مثلك رايز كان الله يخلي لي اسلمته على الحيطان عرفت كيف يعني محطوطين بتحس حالك انت ماشي ماشي بامان بتعرف يمينك بتعرف شمالك عرفت كيف يعني وهودي كثير وهلا على جسر الدوره حطوا كمان منه شو شو كلفتهم هودي؟ ولا شيء انه يزرعوا كل المتن السريع والناس حرام يعني بتعرف حالها كيف ماشي طب نحن اللي حطوا لنا يوم بيوفروا هول. عن عواميد اضاءه لانه الانسان بالليل مثل ما قلت رئيس بيقدر يعني يحدد طريقه عبر هالبصاصات هودي اللي ما كلفتهم شيء ابدا واللي ما بدهم صيانه اللي هودي بدلوا على سنتين وثلاثه واربعه وخمسه مثل ما عم تقول فكره جيده جدا بقى يعني ما بعرف انه سوري بعثوا لك اوراق انه انتبه جاي الشتويه افتح لقنيه وافتح كذا يا ها هاي إيه إيه مقام مقام هي هيدي هلا عاملين هي شغلتنا كل صيفا شتاء والتنسيق مع ومع الوزاره كرمال الحشيش وكذا والى كوارث اداره كوارث ما هيدي شغلتك كلها مثل ما كله صيفا شتاء مش بس بالشتاء فتفتح العباره عرفت كيف يعني بقصير. بس الطرقات الاساسيه والعامه مين مسؤول عنها يا اخي؟ تندل بالطرقات رئيس عادل رضاك على وزاره الاشغال كيف؟ ولا طلعت شفته للوزير مع معالي الوزير مره في عنا نحن طريق مدروسي اللي هي طريق السجن نعم هيدي من سنه ال 64 اتزفتت وقت اللي السجن خلصت بصبحك الله لا في انيه مزرب مي، المي بتسحب من السجن لنهر الموت كيلو كيلومتر تمشي المي وعلى شرط اذا انت ابو ضي خد على سيارات تنط في نص الطريق وكذا ولا اخر يعني. مع انه رئيس أنا هذا الطريق بطل الطريق اساسيه لرومي لا شو مش اساسيه بعدك انت بت... في 15 الف نسمه ساكنين بتعاونيه الامل بلولا هيدي جوا أفكر 15 الف نسمه نسمه غير المنطقه الصناعيه اللي عندنا اياها غير السجن غير المغوير غير القوه الضاربه غير البنيات الـ الـ الناس اللي قاعدين بالبنيات طريق مشقوقه ومش معمل لا لا طريق تزفتت بايام طريق سجن يعني <applause> طريق طلبنا شغله عملوا دراسه للقنية لقنيه الطريق اللي بتكلف مليار و800 مليون على ايام كانت الوزير زعيتر طلعنا عند الوزير فينيو عملنا جلسه معه وقلنا له فيها الدراسه هيك 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 هلا اذا ما فيناش نعملها كلها سوا بس عم نعملها جزئيا او بنعمل لقنيه قبل بنحضرها وسنت الجي نرجع نعمل الزفتات قال لي يا اخي ولا في ميزانيه بين ايدينا ولا كذا وبتعرف ما فيش موازنه هلا نشوف هلا من يعني بعد الموازنه نشوف كيف الله بده يصير زفت بقلب رومي اعطاكم شيء بقلب الضيعه؟ اعطانا لشارع السيدة قبل ع... قبل عيد السيدة نعم زفت طريق السيدة تلفنوا لي يعني ناس قالوا لي شو رايك كذا قلت لهم اكيد السيد عرسنا وعيننا وهلا عم بدقوا لي انه وين بدك توصلوا دغري مع الكنايس يعني من دون ما يمروا وين بدك وين بدك طريق بدك طريق من بدك غير طريق قلت لا ماشي الحال نرجع نحكي مع بعضنا اه حدا من المتن هاتوا تلفان لك يعني خلص بلا ما نفوت بالتفاصيل متنيه عرفت علي كيف حساسيات متنيه ما يقوم يزعل حدا يعني قديش بتحط للطرقات داخل يا ريس من ناحيه التعبيد عالمي على 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 لا هلا نحن وضعنا جيد جدا جيد وضعنا انا شفت الطرقات يعني نحن اللي عملناه اول ما طلعنا زفتنا حوالي 4 كيلومتر يعني خصوصي الطريق الرئيسي اللي بتمشي عليها من أغير. من من صندوق البلديه من صندوق البلديه نعم وبنفس الوقت بمطارح رقعنا وسوينا وهلا في عندنا مشروع جرير عم نعمله من بعد ما نخلص كمان بدنا نزفت وهي الطريق بدنا جرير مع مجلس الانماء والاعمار مش هذا المشروع ايه؟ الكبير الممول من بعتقد بالمبدا هيك ايه؟ بالمبدا هيك وبنفس الوقت بس التعبيد وهيك شيء رح يكون على نفقتنا نحن رح مم. نعمل الرصيف لان هيدي الطريق بتصير شوي هيك طريق كيف بدي اقول لك ما في عليها سيارات كثير في الناس تمشي وفي شجريه وفي كذا يعني بيتنشأ الواحد غير بتنشي هيدا الشارع وينه؟ هيدا بصير أه بالما يعني فوق منطقه اسمها منطقه مرحنه وعزوني والعزونه والعزوني. طريق جديد فتحتوها رئيس اليوم لمنطقه كان ما عم يصلى مش واصلتلا الطريق، منطقه فيها كذا عقار لاولاد روميه، فتحتولا طريق جديد بالبلدية. هيدي عم اقول لك عنا هي الطريق بدنا بدنا مشينا لها نجري طبعا اه بتكون نموذجيه يعني بدنا نعملها بنعملوها أرصفية ارصفه لحتى يقدروا يمشوا عليها الناس بدون سيارات دي. بدون قصص وهيك شيء هلا نحن في عنا تخطيط عام عم نعمله لكل هالمنطقه يلي هي موجوده تحت الضيعه يلي هي ما فيها عمار منطقه مار يوحنا بيقولوا لها نعم هالمنطقه هيدي كان في تخطيط بس تخطيط هيك صغير هلا نحن وسعناه اكثر ليه؟ ربطنا بالطريق اللي جاي من المتن السريع الجديد اللي, اللي بتعرفه هلانية وربطناه بالطريق اللي كنت تطلع عليها وصار فيه يطلع على الضيعة كمان مربوط بالضيعة يعني صار عنده ثلاث محاور بيقدر يخرج منها يوصلوا من وحده لوحده من وحدة يعني بتفوت من الاوتوستراد، فيك تفوت من قلب رومي، فيك تفوت من الوصله، وفيك تفوت من الوصل الثاني لمبات البلديه رئيس اللي بقلب الضيعه، الاهتمام فيهم عم بيكون دوري؟ راح لك شغله، او الكل 100% بالمية وقت بكون في كهرباء تسعين بالمية لوقت بكون في موتير ورح نعملها مية بالمية لان الشباب متجاوبين واللي بدنا إياه واللي بدنا اياه بصير وانت متجاوب معهم اكيد اكيد لان الشباب عم بتشوف فواتير كل شهر رئيس انا بمضي الفاتورة وهن بيحسبوا الناس انت عم تمضي الفاتورة حاطين نحن عدادات وبنتحاسب حسب العدادات محطوطين على المولدات مش هيك مش في عندنا نحن بالبلديه كمان وبنفس بنفس آه الوقت اه مضبوط اكيد مش يعني زعلانين منك يعني؟ لا 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 قديش تقريبا عم تطلع الفاتوره الشهريه باليوم عم تكون اوطى نسبيا من من بلديات المتن الثاني بعتقد ولا ليك عم نتبع التسعيره الرقم بيجي من الوزاره من الوزاره وبنفس صح. الوقت نعمل الحسابات بنمضي لهم الورقه وبيروح بيجبوا على اساسها بيجبوا على اساسها واي اعتراض كذا عم بدقوا لك الاهالي يعني ايه لا بس ما, ما في شيء وبعدين هن كثير مثلا انت عندك حفله عندك كذا بالبيت يروح بتجاوبوا معك بأولك الكهرباء يعني انه اه يعني بدون وابل بدون كذا يعني انه لا جنتلمانيه شباب, شباب, يعني. شباب طيبه هن من اولاد رومي؟ من الرومي رومي اه اذا من اولاد رومي غير موضوع لانه هن بالنهايه ضيعتهم هيدي ما آه عم يتجاوبوا، آه نظيفه رومي من النفايات رئيس ايه كثر خير الله ما في انت بتمرق وبتشوف ايه ما في مشكله نفايات يعني دي. انا بهمني انه واحد يمرق ويلاقي هيك نظيفه كثير هي بس يتلفن لي لحتى ماشي بعد الفرز من المصدر عند بعد الفرز ماشي وكثر خير مشكور الناس بتعاونوا وان شاء الله اكثر واكثر بنتعاون وبنقدر نقوم بواجباتنا باتجاههم بعد معنا ثلاث اربع دقائق بدنا نحكي فيهم عن الكنيسه بروميا رئيس كيفك انت والاخبار تمام منيح بحبوك بحسن حالاتي بحبوك باحسن حالاتي تتجاوب معهم؟ أه هلا انت وقت تطلع على رومي الاناره اللي انعملت للسيده بعيدا اكيد في مجهود شخصي وفي البلديه شيء قامت فيه كذلك الامر بمرعبدا كمان اهتمينا بالصليب اول مره انضرب بزاعة بعد ما كنا عملناه مش كنتبه مش كبلديه كاشخاص رجعنا غيرناه وهلا عم نعمل اناره خصوصيه للقبه مثل ما عملنا السيده بالتساوي عم نساوي ما في تفرقه بين كاتلوكي وبين مصيبات بين ماروني بالنتيجه نحن عرفت كيف يعني بهالشكل هذا لا الوضع جيد جدا وبالليل وقت اللي بتمرق انت حتى حتى الاحواض صارت كلها ضواي ضواي يعني عرفت كيف يعني لا هذا الموضوع من اهتمامنا وهلا في قدامنا تركولنا للماء والاعمار جنينتين على اخر الطريق بروم اذا ما انتبه على الشمال طلبنا مساعدتهم انه بس يا خي جللوا لنا اياها لحتى نحن نعرف شو بدنا نشتغل فيها ما هو اسمهم بقايا طرقات يعني يا رئيس؟ ايه هن جنينات جنينات هو يعني. انا إيه. طلبنا من شركه الكهرباء طلعت نزلت شفته للدكتور كمال الحيك نعم صديق وحبوب طلبت منه في عمود بدي نسحبه لورا وفي عمود نص الطرقات كمان بيرومي صار سنين كمان بدنا نشيلها من نص الطريق ما منع الحوادث لانه عم يصير في حوادث نقدر نحيد على طريقه مرتبه بدون ما يصير في حوادث كان بتجاوب معي وتجاوب معي كمان بالنسبه للمنطقه الصناعيه بس بعد من اللي هو طلب منه ما عم ينفذه ما بعرف ليه مش عم ينفذه لان طلبت منه السبعه للسبعه كمنطقه صناعيه قبل كانت موجوده لأن مربوطه كانت مع السجن ما بعرف ليش فصلوا المنطقه الصناعيه من السجن عطوا منطقه سكنيه مع انه بالعكس يعني لازم تعطي الصناعه بالنهار وبعدين هوديك كل الناس بيكونوا متل بعضهم ومتساويين مثل بعضهم ما بعرف بتامل ان شاء الله انه اذا كان عم يحضرنا او شيء خلص اذا كان عم يحضرنا انه جماعتك له. مش عم ينفذ. بنوصل له نحن عبر برنامجنا طبعا هيدي الامنيه انه من السبعه للسبعه تكون مدينه صناعيه لانتاجيه احسن ولا طبعا اللي حكينا عن مدينة الصناعيه انه شيء جيد بروميه وعلى قدر طموحات يعني المتن الصناعي رئيس عادل كلمة أخيرة لأهالي رومية ولسكان رومية، شو بتقلن لهم؟ شو بتوعدهم؟ وهل حتقدر بإذن الله تنفذ برنامجك اللي طلعت رئيس على أساسه؟ أول كل بدي أشكرهم وأشكر تعاونهم ومحبتهم وبالنتيجة نحن أهل شو ما كانت الانتخابات صارت ورانا ونسيناها كلها سوا، اللي مش نسيها هو ذنبه على جنبه بس نحن بنعتبر هالضيعة ضيعتنا بدنا نقوم بانمائها وقد ما فينا نعمل بننعمل نعمل كن اكيد ما رح نوفر باب الا غير ما ندقه وبنفس الوقت شو بنقدر ناخذ منه راح ناخذ لهالضيعة الضيعة الشيء من اللي بتمنى انه نكون نفهم بعضنا نفهم بعضنا وما حدا نقول له شيء على حدا بالنتيجه شو بتقدم لهالضيعة هي الضيعة اللي عليك نحن موجودين لخدمة هالضيعة ولخدمة الناس ونحن بتصرفهم ونحن جماعة كل الناس بيعرفوا انه الباب مفتوح فينا نقعد ونتحاور مهما كانت مهما كانت الوضع. فأنا بدي أشكر آه الأهل وأهلي رومي وسكانا لأن في عندك سكان صحيح بدي أشكرهم على تعاونهم وإن شاء الله نحن وياهم الأيام الطالعة نقدر نعمل رومي منا بلدي غير شكل وإن شاء الله بكرة بعيد الميلاد رح تشوف زيني غير شكل برومي نتأمل تشريفك وأكيد رح نصورها. نصورها رح يكون في عنا حلقة عن الميلاد بكل البلديات وأنا بشكرك والحصة الأكبر رح تكون لرومية أنا بشكرك بشكر التلفزيون اللي استضافنا اليوم إن شاء الله الله يخليك رئيس نحن اللي بنشكرك وأنا بشكر حضورك هون وهيدي اللطافه والتهذيب والفكر النير بالعمل البلدي والانمائي والعلم وال يعني والاخوي والابوي ريس عادل عزيز خي واخ وصديق انا عن جد عن جد بشكرك على هال يعني هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم وهالحديث بهالطريقه الراقيه عن شتى المواضيع ان كان بالشان الانمائي او ان كان بالشان الاجتماعي او ان كان بالشان يعني الانساني اهلا وسهلا فيك عبر نور الشرق تي في بدنا نذكر مشاهدينا الكرام انه هاي الحلقه بتنبث ترجع الساعه 12 بالليل فيكم تحضروها كمان هيدي الحلقه وطبعا فيكم تحضروها على يوتيوب وعلى صفحه بكره بننزل اللينك ايضا على صفحه بلديه روميه وعلى كل واحد بيحب ينزل هاللينك تحضر هالحلقه المميزه مع الرئيس عادل بوحبيب مره جديده اهلا وسهلا فيك والى الاسبوع المقبل مشاهدينا الكرام شكرا